طبعا بتشرف بحضوري النهارده المؤتمر انوتسيرا، مؤتمر فوق الممتاز، كوميونيتي كويس جدا بيجمعنا كلنا متخصصين في مجال التعليم الالكتروني. اتكلمنا عن اكتر من توبك، وخاصه التوبك الخاص بالذكاء الاصطناعي وقد ايه هيأثر في المستقبل، وهيأثر في تغيير نوع الوظائف المستقبليه. وحب اكد على موضوع مهم قوي، ان كلمه وظائف هتختفي، لا مفيش وظائف هتختفي، في اشخاص من نوع معين طبيعتهم اللي بتخليهم مش متطورين هي اللي ممكن سوق العمل ما يكونش محتاجهم. علشان كده يعني احنا طلعنا من المؤتمر ده فكرة ان انا كشخص محتاج استمر في تطوير نفسي، محتاج اتعلم اكتر، محتاج اعرف المجالات الكبيرة في تطوير التعليم. طبعا اوجه مزيد من الشكر لشركة كلاسيرا انها رائدة في مجال التعليم الالكتروني، وشركة ايديو فيجن ان هم جمعونا النهاردة في مجتمع كبير من التعليم الالكتروني. شكرا لكم.